طيب خلينا نكمل اخبارنا الخاصه بفريق النادي الاهلي وبتحديد بعض اللاعبين اللي بيغيبوا عن هذه المباراه، واللاعبين بصراحه مؤثرين جدا ومهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بصراحه مش الفتره دي بس النادي الاهلي بيغيب عنه لاعبين، لكن الفتره كمان اللي فاتت واللي يمكن غيابات بعض اللاعبين يعني اسهمت بشكل او باخر في خساره النادي الاهلي لبعض البطولات اللي هو كان بيهدف لتحقيقها كالعاده، لان الهدف الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي هو الفوز باي بطوله. طيب خلينا نبتدي باحمد فتحي. احمد فتحي يشارك في مران الغائبين عن مواجهه جيما. احمد فتحي بيؤدي تدريبات تاهيليه وبدنيه خاصه جدا بالنسبه له عشان يقدر ان هو ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه، وده اللي احنا بنسعى ليه اكيد. كبير جدا وخبره كبيره جدا زي احمد فتحي ان شاء الله يكون متواجد في قائمه الفريق قريبا يوم السبت الجاي ان شاء الله. احمد فتحي هيكون عنده اختبار طبي اللي هو بكره ان شاء الله، وبناء على الاختبار ده هيشوفوا امكانيه ان احمد فتحي يقدر ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه ولا لا. ممكن بالمناسبه انه يلحق مباراه فريق النجوم اللي هتكون تقريبا يوم 17 في بطوله الدوري، فبالتالي احمد فتحي عودته هتكون مهمه جدا وبيعمل بعض التدريبات التاهيليه. نفس الحال بالنسبه لبعض الغائبين والمصابين، علي معلول ووليد أزارو وكمان صالح جمعه بيشاركوا في مران اليوم. خلاص علي معلول يعتبر شفي تماما من اصابه العضله الضمه، كان الراجل عنده مزق في العضله الضمه، كلنا فاكرين من مباراه قبل النهائي امام فاكس ستيف وبتحديد مباراه الذهاب لما اصيب في اخر دقيقه علي معلول، فبالتالي جاله زي مزق في العضله الضمه. من ساعتها الراجل بيتعالج من هذه الاصابه، خلاص هو على وشك العوده للتدريبات الجماعيه، وهو شارك بالامس على فكره في جزء كبير جدا من التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي بالتحديد اللاعبين المستبعدين. كمان وليد ازارو بيشارك وهو كان عنده اجهاد خفيف جدا في العضله الخلفيه. وليد ازارو طبعا مش متواجد في مباراه النهارده بسبب الايقاف، مباراه ثانيه ليه في افريقيا هيكون موقوف فيها وينتهي الايقاف عند اللي عارفينها في النهائي الافريقي. كمان صالح جمعه بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وده ضمن برنامج تجهيز صالح جمعه للعوده للنادي الاهلي بدايه من شهر يناير. خلاص يعني صالح جمعه هيتم قيده في قائمه الفريق، مش بس صالح جمعه على فكره، ممكن عمرو جمال بنسبه كبيره جدا هيتم قيده، وايضا عمرو بركات، فبالتالي اكيد كلها لاعبين او كلهم لاعبين هيكونوا اضافه قويه جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي، بالاضافه للقائمه الموجوده، بالاضافه لعدد الصفقات اللي هيتم إبرامها طبعا على مدار الأيام القادمة حتى انتهاء شهر يناير، وأكيد هتكون صفقات مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي وهتكون إضافة قوية بالنسبة للفريق في مختلف البطولات، وده اللي بنتمناه دايما للنادي الأهلي، لأن طبيعي زي ما احنا عارفين النادي الأهلي دايما بينافس على أي بطولة، وروح الفانيلا الحمراء هو الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي نحو تحقيق أي انتصار وتحقيق. هنستضيف ضيوفنا النهاردة في أول فقرة من ملعب الأهلي.